أننا في فترة الوفرة، لأنه عندنا فترة الوفرة اللي رانا فيها بدأت حملة صيد الأسماك السطحية هذه بداية من شهر ماي. الحمد لله لاحظوا استقرار في الأسعار ولاحظها حتى المستهلك، وهذا الاستقرار في الأسعار يرجع خاصة إلى توفير هذا المنتوج في السوق المحلي. لماذا؟ لأنه لاحظنا أنه فيه إنزال لخاصة سمك السردين اللي مطلوب بكثرة عند الصيادين، والحمد لله يعني هذا الوفرة كما قلت انعكست انخفاض واستقرار الأسعار، وراح تمتد بإذن الله هذه الفترة حتى إلى غاية شهر سبتمبر أكتوبر بإذن الله.